ده ما يخص الزمالك. ما يخص الاهلي يا كابتن، هل في لعيبه من السهل لو جالها عروض مهما زادت الارقام ان النادي الاهلي يفكر في بيعها، زي مثلا ديانج، زي الشناوي؟ سمعنا الارقام كبيره جدا. هو مشكله الانديه المصريه خصوصا الكبيره منها ان انت لو هتقلب لشركه كره القدم، وده النادي الاهلي عمله باستخدام قامه كبيره، الاستاذ ياسين منصور طبعا يعني رجل اقتصاد، ومعاه حسام غالي طبعا، والكابتن حسام غالي، ولجنه كامله. الفكره ان انت لو هتقلب لشركه، هنا لازم هنروح للناحيه الاوروبيه اللي هي فكره البيع والشراء. انا مش هقدر ان انا اخلي كل اللعيبه عندي علشان ان الجمهور يبقى راضي، لكن انا عايز ابيع لعيبه واشتري لعيبه واكسب بطولات. فيعني النادي الاهلي مع مستر موسيماني خد كل البطولات اللي دخل فيها ما عدا الدوري، وخسر بطوله واحده. لكن انا النهارده لو جه لديانج عرض قوي، لو جه اعاره للشناوي بالارقام اللي احنا سامعينها، يعني ما اعرفش الارقام دي يعني حقيقيه ولا لا، لكن هي ارقام مرعبه ومخيفه. ويقدر النادي الاهلي بالارقام دي يجيب لعيبه تانية ويعمل معاها زي اللي اتعمل مع ديانج بالظبط. يعني مبروك كابتن حازم. الله يبارك فيك. الحمد لله يا رب دايما كده في سعاده كبيره. الحمد لله. شايف دحيتك منوره النهارده. الحمد لله ما شاء الله عليك، صغرت 10 سنين. الحمد لله.